مساكم الله بالخير مشاهدينا، مساء الاجواء الجميله وطله مميزه من برنامجكم شباب قالوا فعل من خلال شاشه تلفزيون الكويت. نطلع عليكم من خلال الاثنين الى الاربعاء، من الست الى السبع. طبعا يسعدني اني ارحب بزميلي عبد العزيز الطاهر، ومسي عليك بالخير. مساكم بالخير. مسيك بالخير ومثله يا اماني، ومساء الخير على جميع مشاهدي تلفزيون الكويت. ومثل ما قالت اختي اماني، متواصلين معاكم من خلال فقرات وبرنامج شباب قول وفعل. هذا البرنامج اللي يتكلم ويهتم بابرز المواضيع الشبابيه والمشاريع الشبابيه وكل ما يتعلق بالشباب. عندك اي مبادره، اي فكره، اي مشروع حاب تواصل معنا من خلاله وتتكلم من خلال هذا البرنامج، عندك كذا طريقه تقدر تتواصل فيها معنا من خلال تويتر او انستغرام البرنامج شباب كيو اي تي في، وكذلك من خلال ارقام التليفونات 2464899. كل اللي عليك انك تبادر وتبلغنا او تبلغ المعدين القائمين على البرنامج بفكرتك او مشروعك، ومالك الا طيبه الخاطر. ومثل ما عودنا مشاهدينا اماني ان بكل حلقه نتكلم عن موضوع معين. نعم. في البرنامج اليوم اكيد عندنا موضوع كذلك مميز، وموضوع يعني يهم شريحه كبيره من الشباب. نشوف هالموضوع هذا من بعد الفاصل بتنا الله. من بعد هالفاصل اكيد نرجع معاكم، وان شاء الله من خلال موضوعنا اللي راح تسمعون عن كثير من الانجازات والابداعات الشبابيه. ورجعنا معكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وعندنا موضوع حلقة مثل ما ذكرت قبل شوي أن بكل حلقة نتكلم عن موضوع معين. حلقتنا أو موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن المجاميع التطوعية أو عن العمل التطوعي، وأن العمل التطوعي أحد أهم المعالم الحضارية لأي وطن أو مجتمع. وليس من المبالغة في شيء القول أن مقياس حوية المجتمع ورقيه يرتبط برقي الأفراد والمؤسسات في ميادين العمل التطوعي. وبالتأكيد هذا الأمر أماني يعني عندنا بالكويت واضح وجلي، خصوصا في آخر إذا ما قلنا 10 أو 15 سنة، وتقليد صاحب السمو في العام الماضي ب قائد للعمل الإنساني، واختيار الكويت كذلك مركز للعمل الإنساني. بالفعل قاعد نشوف كثير ما شاء الله من الاتجاهات الشبابية إلى المجاميع التطوعية بمختلف المجالات، وهذا دليل يمكن عبد العزيز على أهمية العمل التطوعي وأهدافه المتفرعة، ومجالات كثيرة يقدر الشاب من خلالها يدش أكيد ويكتسب كثير من المهارات الإيجابية اللي راح يخليه أكيد يحط له بصمة من خلال وجود إبداع الشبابي من هالعمل التطوعي، اللي بالفعل يمكن هي كلمة قصيرة وكلمة صغيرة المعنى، ولكنها كبيرة أكيد بأفعالها كبيرة من خلال وجود كثير من الشباب الهاوي والمنطلق للدخول إلى هذا العالم أنا أسميه عالم العمل التطوعي، اللي مليء أكيد بالأشياء الإيجابية اللي ممكن تحقق لنا كثير من الأمور اللي نستفيد منها بحياتنا، مثل يعني الراحة النفسية أكيد، اكتساب المهارات، السعادة المعنوية، يمكن حتى الأمراض النفسية اللي تصيب الواحد من خلال الروتين الاعتيادي الملل، أو أنه يقول يمكن أنا ما عندي شيء أسوي، أو حتى البطالة الزايدة، يقدر من خلال هالعمل التطوعي يكتسب الثقة أكثر ويحس بذاته ويحس أنه عنده يمكن طاقة إيجابية يقدر يستفيد منها ويستغلها أكيد في كثير من الأعمال التطوعية اللي تكون قريبة من قلبه. نعم، والشغلة الحلوة اللي ذكرتيها أماني قبل شوي هي اكتساب الشخص من خلال عمله التطوعي إلى عديد من المزايا، وأنا أتوقع أن من أهم هذه المزايا هي أنك تعطي من غير مقابل. إحنا عارفين يعني الكل يشتغل مقابل، الكل يشتغل نظير يعني مردود مالي معين، ولكن أن تشتغل في عمل تطوعي وتعطي من وقتك من جهدك من تعبك لعمل معين أو لعمل ما من غير ما تنتظر المردود، مجرد أن ترسم ابتسامة على محيا الطرف الآخر، هذا أعتقد أنه إنجاز وكذلك مكسب لك شخصيا وكذلك لمجتمعك. ومثل ما قال رسولنا الكريم أن الابتسامة في وجه أخيك صدقة، فما بالك إذا كان هذا مو مجرد ابتسامة، هو عمل كامل متكامل من خلال الشباب الكويتي. أكيد بالطبع، وعندنا أكيد من خلال دخول للعمل التطوعي يعطي للإنسان حيوية أكثر ونشاط أكثر، راح تحس أن إنسان عنده قدرات ذهنية ومهارات
جبارة أهله يمكن في أنه يرتقي بحياته، يرتقي حتى بسلوكه، لأنه من خلال العمل التطوعي اللي راح يقدر يعطي إضافة جميلة ومميزة من خلال برز الأنشطة أكيد. صحيح. وبرز هذه الطاقات في الأماكن اللي هي ممكن تكون أكيد فيها الفائدة والعائدة للفرد وللمجتمع. ومن خلال الأعمال التطوعية قاعد نشوف ما شاء الله شباب في مقتبل العمر في مختلف يمكن حتى المجالات حبوا أن يدشون العمل التطوعي ويجربون ويشوفون يمكن هالحياة هذه اللي بالفعل راح تغير حياتهم من إلى، خصوصا لما احنا نقابل ناس. وأنا شفت ما شاء الله كثير من الأعمال التطوعية الشبابية اللي غيرت يمكن شباب كان ملول، شباب كان ما عنده ثقة بنفسه، ما عنده شجاعة، ما عنده الجرأة. صحيح. بس من خلال يمكن انجرافه للعمل التطوعي حس أنه في أشياء من داخله يمكن تغيرت من خلال برز جميع المواهب. حتى ساعات يمكن الواحد يكتسب من خلال عمل تطوعي يكتسب مهارات الغير، في أنه تكون يعني فرصة في أن الواحد يدش هالتجربة هذه ويكتسب خبرات غيره. صحيح. لما يكون هالعمل التطوعي يجمع عدد كبير من الشباب تحت أكيد يمكن أي مظلة خلينا نقول حكومية أو مظلة خاصة، يبرزون فيهم كثير من نقاط القوة. صحيح. اللي دائما تكون مخفية وما يكون الواحد عارف وين نقاط القوة عنده فيكون محتار وين يتجه. لا، من خلال الأعمال التطوعية قاعدة تساعد أنه هو ينمي هذه القدرات، ينمي هذه المهارات، وتغرس فيه أكيد روح الثقة بالنفس. وأنا أعتقد كذلك أماني المكسب الأهم الثاني هو وايد من الشباب الكويت عندنا أو من الشباب بشكل عام عندهم وقت فراغ. نعم. فيقول لك وقت الفراغ هذا وين أستغله؟ عدل. فإذا ما كان هناك جهة معينة، عندنا هلال الأحمر الكويتي، جمعيات. نعم. تطوعية، فرق تطوعية متنوعة، إذا ما أخذت هؤلاء الشباب وأفرغت الشحنات الإيجابية اللي فيهم أو أوقات فراغهم أو فكرهم بالعمل التطوعي، فبالتأكيد أن الأمر هذا راح يرجع بالنفع عليهم هم أولا وكذلك على مجتمعهم بشكل عام. بالطبع. واليوم إحنا ركزنا أكيد وحبينا نركز أكثر وتكون اليوم حلقتنا حلقة خاصة عن العمل التطوعي عند الشباب، خصوصا لما نشوف ما شاء الله شباب في مختلف المجالات لهم كثير من الإنجازات الجميلة اللي بالفعل حطوا لهم بصمة شبابية في هذا المجال عن طريق أكيد محبة الناس حولهم، لأن من خلال العمل التطوعي هو قاعد يخدم فئات كبيرة من الناس. صحيح. من خلال كسب قلوبهم، من خلال كسب محبتهم. المتطوع دائما تحس أنه محبوب عند الناس لأنه. صحيح. يكون قريب منهم من خلال أكيد ممارسته، من خلال مثل ما قلت الابتسامة، التفاؤل، الاطمئنان. عندهم كثير من الأنشطة ما نختلف عنها يعني عن هالأشياء هذه، عندهم كثير من الأهداف الجميلة اللي بالفعل حققت نجاحهم من خلال ما شاء الله إيجابياتهم، من خلال حتى روحهم المرحة تحسهم بالفعل عندهم ما شاء الله التيم، الأسرة الواحدة على قلب واحد كلهم. فحلو الواحد أنه يدش يمكن العمل التطوعي ويجرب، وخطوة حلوة في أن الواحد ما يقعد على حاله وما يكون إنسان ما عنده أهداف أو إنسان ما عارف وين يحط له مثلا جدول أو أهداف أو حتى يمكن مشاريع فيكون متشتت مو عارف وين يروح. لا، عندك مجاميع تطوعية كثيرة تقدر تدش وتبادر وما راح يقصرون أكيد فيكم. ومختلف المجالات مثل ما ذكرت شيء أماني، وكذلك أزيد وأكد على كلامك أماني أن أهمية العمل التطوعي كذلك ترجع إلى أن الشخص نفسه اللي حاب يتطوع ويدخل أو يعمل في مجال العمل التطوعي بالتأكيد راح يكسب ثقافات مختلفة. عدل. أفكار مختلفة، تنوع من خلال المعرفة بشكل كبير يعني. وناخذ على سبيل المثال على سبيل المثال لا الحصر مثل ما يقولون. نعم. جمعية الهلال الأحمر الكويتية عندنا يعني. نعم. تشوفينها في الدول العربية، في الدول الآسيوية، في الدول الأفريقية، فبالتأكيد أن الشباب اللي ينضمون مثل هذه الجمعيات التطوعية راح يكتسبون مهارات مختلفة، لغات، أفكار، أطباع، ثقافات كذلك متنوعة. فعلا. فبالتأكيد أن العمل التطوعي يضيف للإنسان. نعم. معرفة. صح. أكثر ما هي ما تكون عنده يعني. أكيد. ويعطينا مساحة كبيرة في أنه يرتبط بغيره وعلاقات حلوة، علاقات اجتماعية، يكون إنسان اجتماعي مو انطوائي. صحيح. ليش؟ من خلال أكيد تحقيق أهدافه، من خلال آماله وطموحاته اللي هو بالفعل حاب أنه يوصل لها. عندنا الأعمال الخيرية كثيرة التطوعية اللي قاعد تعطي للفرد نفسه أو للإنسان مسافة كبيرة أكيد.
جديد في انه يقدر يبادر ويقدر يتواصل مع اهل الخير والصلاح عشان يقدر يفيد غيره، يمكن من خلال الاهتمام، من خلال انجاز كثير من الامور اللي محتاجينها بالفعل الناس اللي محتاجين. فقاعد نشوف تختلف عندنا الاعمال التطوعيه بمختلف صحيح. اكيد اعمار الشباب، بس الحلو بهالشيء انه بالفعل من خلال هالاعمال هذه قاعد نشوف فئه كبيره من الشباب اللي هم قالوا فعل قاعدين يبادرون وقاعدين يدشون ما شاء الله بكل قوه لمجال العمل التطوعي عشان يبرزون كل هالانشطه هذه، وعشان يبرزون حتى هم طموحاتهم واهدافهم حتى حبهم للعمل، لان الشخص اذا ما كان حاب الشيء اكيد ما راح يبدع فيه. صحيح. وكذلك اماني احب اذكر او يعني اقول انه مو شرط يكون العمل التطوعي من خلال مجموعه او فريق عمل او انت تقدر تكون لك عمل تطوعي نفسك. كذلك من اسرتك من نفسك على قولتك من نفسك من اسرتك تبدي فيها تساعد امك، تساعد اختك، تساعد زوجتك اذا كان الشخص تواضع حلو. التواضع لا بالتاكيد التواضع حلو، هذا كله عمل تطوعي يعني تساعدهم في اعمال بيت في امور اخرى فعلا. فاذا ما بديت بالامر هذا من خلال بيتك الامر هذا بالتاكيد راح ينعكس على فريقك، على مجتمعك، على المنطقة، على الدولة بشكل عام. بالطبع. وغير كذا يتعلم يعني حتى الأطفال، حلو إن هم لما يشوفون الكبار قاعد يتعلمون أو قاعد يسوي هالشيء بين أسرته فهو راح يكتسب هالشيء، خصوصا عندنا فترة المراهقة، فترة الشباب اللي بالفعل وده إنه هو يتجه للأعمال التطوعية ويستفيد من غيره، يعني خصوصا اللي كان له مجال أو خبرته في مجال العمل التطوعي. بس اليوم من خلال حلقتنا الخاصة بالعمل التطوعي راح نتعرف على مجاميع شبابية تطوعية، راح نتعرف على إبداعات شبابية كويتية بحتة 100% من خلال أكيد وجودهم معنا إن شاء الله برنامج شباب قول وفعل، ولكن من بعد هالفاصل بإذن الله. تاخذني للفرحة، كتابي بيديني أفع عليه واصحى، كلمة تكسرني وحروفة تسحرني، المعنى في كتابي جميل ويذهلني، جميل ويذهلني. الله الله حلمي ابتدى صبحة، صفحة ورا صفحة تاخذني للفرحة. يا نور وينك وين رحت، وكتابي وين وين راح، بين المنام والصحوة حلمي رحل ويا الرياح، يا خوفي ما تعلم وباجر أكيد أندم، ويا خوفي ما تعلم وباجر أكيد تندم. آه الطوف الأيام من غير ما أحلم، كاهو 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 اللي لقيته، كاهو 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 اللي هويته، كاهو 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 اللي لقيته، كاهو 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 اللي هويته، كتابي كتابي اللي أنا حبيته، من لفتي وشوقي شلت أنا وضميته، كتابي كتابي اللي أنا حبيته، من لفتي وشوقي شلت أنا وضميته. كاهو 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 اللي لقيته، كاهو 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 اللي هويته، كاهو 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 اللي لقيته، كاهو 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 اللي هويته.
عودة جميلة معكم مشاهدينا وبرنامج شباب قالوا فعل. يرحب بمجموعة تطوعية جدا جميلة من شباب وشباب من شباب وشابات الكويت اللي بالفعل أبدعوا من خلال وجود هالفيديو اللي شفنا عنه يمكن لمحات جدا جميلة وراح نتكلم في أكثر وأكثر. بداية أكيد رحب بضيوفنا اللي منورينا إيمان الصايغ عضو مؤسس في مجموعة رقش وطبعا طارق البداح عضو مؤسس في مجموعة رقش. حياكم الله معنا ومنورينا الأمانة. حياك الله يا طارق وحياك الله يا إيمان قواكم الله ويعطيكم العافية. خلونا نتكلم في البداية عن مجموعة رقش. عرفونا على مجموعة رقش اللي حاب عرفنا عليها. احنا مجموعة مكونة من 24 شخص. مبادرة شبابية نهدف ان نجمع الكتب بالكويت اللي ما يحتاجونها ونوفرها حق الناس اللي اقل حظا منا اعتقد ونروح لهم ونوفر لهم هالكتاب. حلو. احنا مشروعنا بدا خلينا نقول من برنامج اسمه ذا بروتيجيز. برنامج ذا بروتيجيز هو برنامج 6 اسابيع. اثنين بالكويت اسبوعين برا واسبوعين بالكويت. يعلمونك كثير من الاشياء منها اكتشاف الذات منها التوعيه منها حتى نروح حق البزنس وشلون نأسس بزنس. حلو. ورا هالست أسابيع يعطونا ثيم. إحنا ثيمنا إحنا الجيل الخامس. ثيمنا كان نخلي أثر إيجابي في المجتمع. حلو. إحنا اجتمعنا 24 شخص وقلنا شلون نقدر نأثر المجتمع يعني بطريقة إيجابية. حلو. فبالأخير كلنا اتفقنا إن التعليم أعتقد هو أحسن طريقة للتأثير على المجتمع. نعم. صحيح. ومنها طلعناها وعطونا 96 يوم. لازم نطلع الفكرة. نطبقها بالمجتمع ونشوف التأثير. ممتاز. ولله الحمد يعني احنا تخرجنا الحين وأعلى درجة من كل الأجيال الماضية. ممتاز. الله يوفقكم يا رب دوم إن شاء الله ونشوفكم دائما في هذا يمكن أو في هذا التفاؤل الجميل والإيجابية الحلوة من خلال تفجير طاقاتكم أكيد بشيء اللي تحبونه. بس أرجع وأتكلم معك يمكن إيمان عن مجموعة رقش. كونكم إن شاء الله مجموعة تطوعية أكيد أسستوا نفسكم بنفسكم. بس لو برد شوي معك لورا ونتذكر أجمل الذكريات من بداية أكيد إبراز هذه الفكرة وتجمعكم. شلون بدت الفكرة ومن وين بالضبط ومع منو كانت الفكرة؟ بلشت الفكرة من برنامج بروتيجيز. كنا مسافرين خلال الأسبوعين دنمارك وسويدن. وودونا لجزيرة أعطونا شوية فترة نتأمل فيها نصفي أفكارنا وبعدين ردينا حق الأوتيل وقعدنا كلنا 25 شخص وقعد إن كل واحد يعطي فكرة من عنده شنو المشروع اللي بنسوي شنو الفكرة اللي بنطلعها. حلو. فعلى أفكار وظلينا كذا ساعة فكرة على فكرة فكرة على فكرة لين آخر شيء طلعنا أن نبي نطلع مشروع يأثر على المجتمع بطريقة إيجابية ومثل ما قال طارق اللي هو التعليم. فابتكرنا فكرة رقش اللي تبرع بالكتب أن نصمم آلات. الآلات فكرتها استوحيناها من الفندنج ماشينز نفس الآلات اللي ناخذ منها الشوكولات أو الكوكو كذي. صممنا نفس هذه الآلات ومن خلالها يقدرون يتبرعون بالكتب ومن بعدها إحنا نجمع الكتب وناخذها ونوديها لمخزننا اللي يوفرون لنا يا عربانة ويرهاوس موجود بالري. من هناك نعقد في اجتماعاتنا نصفف الكتب نفرزها نفرز الكتب حق إذا لغة إنجليزية عربية. نعم. اللي غير صالحة للتبرع نوديها لإعادة تدوير ومنها الطريقة. هذا نشوف معكم بعض من الصور أماني طارق. نعم. إذا تكلمون عنها يعني من خلال هذه الصور وين كانت شنو الرحلة؟ هذه الصور طويل عمر. رحنا مجموعتنا بعض أعضاء من مجموعتنا. حلو. راحوا الأردن إلى المخيم الزعتري. حلو. والمخيم الأزرق. حلو. هذا بالأردن ها؟ اي نعم. هذا بالأردن. أول ما وصلنا استقبلنا سعادة السفير أحمد لدعي. حلو. وفر لنا كل المواصلات وطبعا شركة كيبكو هم اللي وفرون الأشياء المادية. حلو. منها السفر والإقامة وكله. فاللي قاعد تشوفونه هذه شنو الصورة يا طارق؟ أي وحدة؟ هذه بالمخيم. هذا بالمخيم. نعم. هذه كانت بمخيم الزعتري نفسه داخل. بواحدة من المدارس هناك. زلنا بعد المدرسة اللي قاعد تبنيها الكويت منك في مخيم اللاجئين بالأردن. نعم. ومنك وزعنا الكتب على الأطفال والكبار يعني ماكو فئة معينة كبار وصغار. وكنا مني قاعد نصفف بعد. هذا الكتب قاعد نشوفه معكم الحين. كلموني عن ردود الأفعال مباشرة هناك يوم رحت والتقيته بالأطفال بالكبار باللاجئين بشكل عام يعني والله صراحة يعني شيء مؤثر.
احنا يعني الحمد لله ككويتيين وكعرب عامة محظوظين ان من لحظة ولادتنا عندنا التعليم متواجد والكتب متواجدة بكثرة. فيعني يمكن ما نعرف قيمة الكتاب هو شنو. لما رحنا هناك وعطينا يعني كتاب واحد يمكن لنا كتاب اوكي حلو بس خلاص كتابه انتهى مدته. لما نروح نوفره حق اللاجئين اللي هناك كأنهم معطيهم ذهب. هذا شيء هم فالدينه بحياتهم، يعني شيء صراحة لازم تشوفه بنفسك. ان تعرف الكتاب، كتاب واحد غير تقريبا مستقبل الإنسان. هالكتاب يمكن يطمح انه يكون دكتور استاذ. فصراحة يعني لما تروح هناك وتشوف ردود الفعل، اعتقد ايمان بعد صار لها موقف مع نية. كنا قاعد نوزع الكتب بمخيم الازرق، وعندهم المخيم لحد الان ما عندهم مدرسه، فكان حبهم حق الكتب وشغفهم يبون الكتب اكثر بالمقارنه بمخيم الزعتري. كانوا يتهاوشون يعني اذا نعطي واحد كتاب الثاني يسحبه من اللي يمه ويتهاوشون عليهم. اخر شيء قالوا لنا خلاص يلا ركبوا سيايرنا بنمشي نروح البلوك الثاني من المخيم. كانت بنت صغيره اول ما ركبنا كان قاعد تأشر من بعيد تبي تقول شيء واحنا مو فاهمين، بس ان السيايير مشت. رحنا من بلوك لبلوك ثاني والمسافه اللي تمشيها وايد وايد كبيره. ظلت تركض ورا السياره وتركض وتركض تركض لين وصلت. ولما نزلنا عشان نوزع على البلوك الثاني كان وقاعد تحاول تتنفس من الركض كان تقول انا بس جايه ابي اشكركم بس شكرا. وكانت صغيره يعني موقف وايد اثر. إيمان عن الصورة هذه، الطفلة هذه نشوفها ماسكة كتاب. هذه من الرحلة اللي قبل آخر أول رحلة لنا بالأردن، كانوا مصففين الأطفال حاطينهم بصفوفهم، كنا نوزع على واحد واحد الدفاتر والكتب. فأول كانت هذه ردة فعلها الأولى أول ما استلمت الكتاب على طول شيء طالعت وضحكت. يعني خلينا نقول رياكشن حلو، مثل حلو. يعني سبحان الله شفنا بعض الابتسامات الجميلة والعفوية من قبل الأطفال. لما تدخلون الفرحة بقلوبهم والبسمة، لما الواحد يصدر منه تصرف طبيعي، لما تشوف مثلا كتاب ودها فيه أو يمكن حتى الكتاب هذا فيها مستقبلها. فحلو الواحد لما يدخل الفرحة بقلوب غيره بطريقة عفوية وجميلة مثل هالكم الهائل من الكتب. حتى قاعد أشوفهم يعني للحين بعض اللقطات المؤثرة بالفعل الواحد يتأثر فيها. يمكن هذا الطفل بعد أبو ماسكة هني أعتقد حرس شنو قصته هذا؟ هذا السفير الكويتي بالأردن. كنا بهالوقت رايحين حق السيدة أم إسلام، هي مؤسسة لحملة خيرية أردنية كويتية وتستقبل التبرعات، ملابس، الألعاب، البطانيات وغيرها. يعني إن شاء الله كتعاون. وكان وتصفف كل الشغلات عندها بمخزن وتسوي كأنه محل، وتستقبل اللاجئين وتخليهم هم ينتقون، يعني تحسسهم فرحة أنه هو اللي يختار شنو يبي شنو محتاجه. وبينما أن هم يختارون الأهالي كنا إحنا نلعب مع الأطفال. فهالصورة كانت سعد سفير ماسك أحد من أطفال حلو يعني يلعب معه. يعني حلو التعاون. يعطي ألف عافية أكيد. ونوجه له تحية أكيد السفير أحمد الدعي في إنه قاعد يبادر وياكم أكيد ويدخلهم الفرحة على قلوبهم. تعاون جدا جميل وحلو. بس هل كم الهائل الكبير من الكتب شلون قدرتوا تجمعونهم وين جبتوهم يعني بالضبط؟ وقدرتوا بالفعل توزعون هالكتب على كثير يمكن من خلينا نقول اللاجئين أو المحتاجين لهذه الكتب؟ تفضل. احنا طولة العمر صممنا اجهزتنا الخاصة عشان نعطي المتبرع اكسبيرينس جديد. فسوينا صممنا الاجهزة وحطيناها بمختلف انحاء الكويت. كان عندنا مثلا بالافنيوز، او الحين عندنا بتوب اوف، بكريبتو حاليا جهازنا موجود. فحطينا هالجهاز وسوينا كامبينز عليها. فطبعا الحمد لله يعني الناس يو بكثافة وحطوا الكتب. خلصنا مرحلة الحين تبرعوا بالكتب. عندنا احنا من فريقنا مجموعة ناس يروحون ياخذون الكتب نوديه المخزن. ممتاز. ورا ما نوديه المخزن طبعا لان احنا نستقبل جميع انواع الكتب، فعندنا فريق ثاني مخصص نفرز الكتب. يعني الحين بدينا نفرز كتب تعليمية، حلو، كتب ترفيهية، بعض من الكتب ما قدرنا نستخدمها وديناها لإعادة التدوير. ورا ما خلصنا هذه ولما اتجهنا للرحلة كيبكو صراحة أوجه لهم شكرا خاص. لأنه هم اللي شحنوا الكتب عشاننا ودفعوا بكل التكاليف. خلينا نقول البروسس مال شلون صار جيد. لأن احنا طبعا 24 شخص كلنا خلينا نقول أصدقاء
وما كنا نعرف بعض لمدة طويلة. تعرفتوا على بعض من خلال المجموعة؟ نعم. يعني بستة أسابيع دشينا ما كنا نعرف ولا حد، 24 شخص ما نعرف عن واحد ولا شيء، وبالأخير يقولوا لنا ولا طلعوا لنا فكرة. فلما طلع فكرتنا والحمد لله الحين نشوفها يعني بالحياة، الحمد لله شيء فخر لنا ولدولتنا. هذا بالتأكيد هو متعة العمل التطوعي أماني. إيمان، أعرف شخصيا يعني أهمية ودافع العمل التطوعي وشنو مردودة على الشخص اللي يقوم بالعمل هذا، لكن كلمينا عن دافعك أنت، شنو اللي خلاتك تحبين العمل التطوعي وليش اخترتي مجال التعليم والكتب يعني توزيع الكتب؟ كنت دائما بخاطري أساعد بس مو عارفة شلون يعني، بس الفكرة أني أبي أثر بطريقة إيجابية. وبعد ما دخلت برنامج البروتيجيز يعني صادف هم الثيم مال الجنريشن الخامس أن التأثير بطريقة إيجابية، وإحنا كنا قاعد نسوي المشروع وكنا قاعد نطلع الفكرة، اخترنا التعليم لأن بس الفرق بيننا احنا ماكو فرق بيننا وبينهم الا قلم. التعليم بيننا وبينهم هم يعني مثلا الكتاب هذا هو اللي راح يعطي الطفل مستقبل ليقدام، من كذي اخترنا التعليم. وبالنسبه لي فادني انا واتوقع كلنا فادنا ان نشغل وقت الفراغ بشغله مفيده. حلو. واني اشوف لمن اعطي الطفل سعادته انا استانس بنيون. ممتاز، حلو. أكيد الواحد يستانس لما يشوف بالفعل تعبه ومجهوده ما راح هدر من خلال أكيد رسم البهجة والابتسامة على وجوه الجميع سواء كانوا أطفال أو كبار أو حتى صغار. وأنت مميزة ما شاء الله عليك إيمان، يمكن من خلال الفيديو اللي شفناه ترى كان بصوت إيمان ما شاء الله، أنت اللي كنتي طبعا تنشدين بهالفيديو الجميل، للأمانة صوت رائع. زين، عسى الله يحفظ لك والدتك يا رب اللي موجودة ويانا، نوجه لها أكيد تحية من خلف الكواليس. يعني واحد يفتخر فيك اكيد بوجود شباب مميز بعد مثلك طارق اللي كثر ما قدروا وعطوا من مجهودهم ووقتهم في نجاح هذه الحمله اللي بالفعل فيها يمكن مجهود اكيد وفيها بعض التعب، ولكن قدرتوا اكيد وكنتوا قدها وقدود وقالوا فعل من خلال ابراز نفسكم من خلال هالمجهود اكيد وهالتعب. بس من خلال رحلتكم يمكن او سفركم للاردن او خلينا نقول يمكن حتى من ناحيه تجميع الكتب، من ناحيه رحلاتكم او حتى الانشطه اللي تقوموا فيها، واجهتوا بعض يمكن العراقيل اللي يمكن أثرت شوي عليكم؟ إحنا تحدياتنا صراحة كانت خفيفة لله الحمد، بس يعني مثلا أحد من التحديات اللي ندر نقول واجهناها وهو السبونسرز. إحنا بالأخير برنامج تطوعي فريق تطوعي وساهمنا من فلوسنا الخاصة، بس بالأخير عشان نبي نوصل لهدفنا كنا نحتاج الأمور المادية مثلا أو المخزن نحط الكتب رعات. بس الحمد لله يعني إحنا انصدمنا بشكل مفاجئ وبشكل زين طبعا ان الشركات بالكويت يعني عديده ما بخلوا صراحه، وبالعكس الحين يعني قاعد يقول لنا ناس يبون يعرفون والله شلون نقدر نساعدكم، شلون نقدر نسهل الطريق عليكم نفس ما يقولون. فالتحديات كانت خفيفه. التحدي الثاني نقدر نقول 24 شخص مجموعه كبيره طبعا، بس بنفس الوقت سهل الامور لنا، لأن البروتيجيز من خلال البرنامج لستة أسابيع أحد من الأهداف أنه يعلمونك أنت كشخص شلون تشتغل مع مجموعة، خاصة مجموعة ما تعرفها. ممتاز. فيراونكم العمل الجماعي، يراونكم متى أقدر علاقتنا تكون بزنس أو علاقتنا تكون صداقة. وشيء الثاني يعني طبعا يعلمونك أن لما يا المشروع ويا ورحنا بالأخير إحنا يمكن يشوفون الأشياء العمل التطوعي صعب، بس بالأخير هو مصعب. ويعطيكم راحة بال، يعني الواحد ينام ضميره مرتاح. وإحنا بالأخير شو سوينا؟ وصلنا كتاب أكيد. بس بالأخير يعني الحمد لله أعتقد أن أثرنا بناس وندر ننام مرتاحين الليلة. بالتأكيد قواكم الله يعطيكم العافية. إيمان، كلمينا عن عدد الكتب اللي وصلتوا لها من خلال أنتوا الحين صار لكم 3 شهور من بدايته مشروع رقش. عدل، كلمينا عن عدد الكتب اللي وصلتوا لها، وكذلك هل تسعون إلى دول أخرى أن توصلوا لها الفكرة هذه أو المشروع هذا يعني؟ خلال 3 أشهر الحمد لله جمعنا 30,000 كتاب بالكويت، وتواصلنا مع الجهات توصل لنا الكتب في رحلتين وصلوا لنا للأردن. ورحلة للصومال، وإحنا حصل لنا الفرصة أن نروح مرتين الأردن، وأيضا تبرعنا بكتب داخل الكويت. ولرحلاتنا القادمة
قاعد نفكر نخطط ما بين الهند او ما بين لبنان ان نروح حق المخيمات اللي هناك، وايضا قاعد نحاول ان نركز حتى داخل الكويت شلون نقدر نتبرع بالكتب ونوزعها حق اللي محتاجين. ممتاز، حلو. اذا من خلال تبرعكم عين بنعرف وياك طارق اذا في انشطه اخرى يعني سويتوها يمكن عندنا هني بالكويت، وشنو القادم؟ احنا سوينا طويله العمر مشروع كامبين الافنيوز. نعم. كان خلال يومين حطينا جهازنا اداره الافنيوز، الحمد لله عطونا مكان ويمعنا تقريبا بيومين 10,000 كتاب. ما شاء الله 10,000 كتاب. صراحة الشعب الكويت وفى بهالشيء. وعندنا حاليا جهازنا بكبكو. حلو. وموجود بتوب اوف اللي بموقف الراية. حلو. ومستقبلا عندنا ان شاء الله مشروع ان نخطط رحلة ثانية الى دولة ونسلم لهم الكتب اللي للحين عندنا. تسعون طارق ان توزعون مثل هذه الأجهزة على مجمعات تجارية عندنا بالكويت يعني غير الأفنيو غير غير كب؟ اي احنا يعني لما اخترنا هالأماكن اخترناها كمبدأ كتونا بدينا. حلو. الحين ان شاء الله لما نكمل مع الوقت راح نتواصل مع المجمعات الثانية والملتبات العامة والمدارس الخاصة والحكومية، كذلك راح نحط ان شاء الله أجهزتنا بالمستقبل القريب. حلو. عشان نقدر نكمل مشروعنا ونكمل تبرع الكتب ان شاء الله باذن الله. عيل نبي منك اكيد ايمان كلمه شكر توجهينها حق منو؟ طبعا اتوقع الفريق كله. أيوة. نبي نشكر برنامج بروتيجيز، منهم هم طلع مشروع رقش، منهم هم احنا كلنا عرفنا بعض وطلعنا بهذه الفكره. حابين بعد نشكر عربانا وير هاوس، يوفروا لنا مخزن لكتبنا. نعم. نعقد اجتماعاتنا هناك، حتى تصوير الدعايات كل شيء بعربانا وير هاوس، وايضا كواليتي نت والوسيط. ما قصروا معنا بتقديماتهم الماديه ودعمهم، وطبعا كلنا اتوقع نبي نشكر اهالينا اللي شجعونا وما قصروا معنا. طبعا اكيد اكيد. الحين طبعا راح نشوف الانستغرام معاكم ينزل بالشاشه، اللي حاب هذا الانستغرام الخاص فيكم اللي حاب يتواصل مع مجموعه رقش. وبالتاكيد يعني اذا ما نشوف شباب مبدعين تطوعيين عطوا من وقتهم من جهدهم من افكارهم اماني. نعم. في مثل يعني امثال طارق وايمان وتبارك الرحمن الكويت يعني فيها امثال كثير من طارق وايمان. بالتأكيد ما حد راح يبخل عليهم من مؤسسات حكومية، من قطاع خاص، من شركات، وكذلك دور الإعلام وزارة الإعلام برئاسة أو وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح. بالتأكيد ما حد راح يقصر معهم. احنا نشكركم، قواكم الله ويعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوفكم من تقدم إلى تقدم أكثر إن شاء الله. نشكركم على استضافتكم، يعطيكم العافية. يا رب كل شكر لكم أكيد. شكر. ومن إنجاز شبابي إبداعي إلى إنجاز آخر، ولكن من بعد هالفاصل. حياكم الله في فقرتنا الصحية والغذائية اليوم. اليوم راح أتكلم عن موضوع يشغل بال كثير من الناس، وخاصة اللي يتبعون نظام صحي لتنزيل الوزن. هل نظام صحي تنزيل الوزن لازم ينزلك نزول سريع بالأسبوع؟ هالكلام يا جماعة غير صحيح لعدة أسباب. منها النزول السريع راح يرد وزنك، إذا قطعت نقول إحنا قطعت النظام الغذائي لفترة معينة راح يرد وزنك نفس قبل. فالنزول السريع ما راح ينزلك الشحوم احنا نبيها. النزول السريع راح يركز على النزول على العضلات والسوائل وجزء بسيط من الدهون. فعاده اليوم عندنا بالعياده اول اسبوعين ينزلون يعني كميات كبيره من الكيلوات، فنقول لهم احنا لازم المرات الجايه احتمال يصير نزولك بطيء لان جسمك راح يبدا بعدين ينزل دهون من جسمك، وهذا الهدف من نزول الوزن. الشغلة الثانية يا جماعة، أي نظام ينزلك نزول سريع عادة خطر، عادة يصاحبه مشاكل مثل الدوخة والتعب والإرهاق وأيضا نقص فيتامينات ومعادن. فلازم يكون نظام التنزيل وزن نظام معتدل متكامل كل مجموعات الغذائية، وأخيرا لازم يكون تحت إشراف أخصائي تغذية، وأيضا تكون معاه ممارسة رياضة، لأن هدف لتنزيل الوزن أكرر مرة ثانية هو تنزيل نسبة الدهون ومحافظة على الفوائد مثل العضلات وغيرها. إن شاء الله نلقاكم الفقرات الجاية.
رجعنا معكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. مثل ما انتم ملاحظين مشاهدينا، موضوع الحلقه اليوم كان عن العمل التطوعي واهميه العمل التطوعي. ضيوفنا في الفقره الاولى كذلك كانوا من مجموعه رقش ودورهم في العمل التطوعي ومجال التعليم. كذلك ضيوفنا اللي مرحبين ومشرفينا في الفقره الثانيه هم مجموعه كويت المحبه التطوعيه. فاليوم حلقتنا خاصه عن الاعمال التطوعيه واهميه الاعمال التطوعيه سواء على مستوى الفرد او كذلك المجموعه. نرحب معاكم مشاهدينا بامثال فيصل عدواني رئيسه مجموعه كويت المحبه التطوعيه، وكذلك اخوي الاستاذ بدر فالح الريحان. حياكم الله معنا وسعد بارك الله يحييك ساعتك وبرك. سلمكم يا رب. طبعا احنا اكيد مستمتعين اكثر بوجودكم معنا، خصوصا لما نشوف اعمال تطوعيه شبابيه للامانه لهم ابداعات جميله مميزه، خصوصا شباب الكويت. احنا ركزنا اليوم وخلينا حلقتنا خاصه بالفعل الاعمال التطوعيه، لانه بالفعل يستاهلون، وقولوا فعل من خلال ما شاء الله كثير من الافكار الجميله والمميزه اللي بادروا وتعبوا من اجلها لاسعاد اكيد كثير من الناس، وبالاخير يرد اكيد الفائده والعايده للفرد وللمجتمع. راح اتكلم اكيد معاك بدايتين امثال عن مجموعتكم وفكرة المجموعة وشلون تأسست. فكرة المجموعة بدأت من 2011. تأسست في كنا متواجدين كشباب حابين أن نقدم شيء للمعاقين أو للإعاقة. فأنت عارفة مجال الإعاقة كبير، في نوعيات كثيرة، فحددنا احنا كمجموعة إعاقة معينة اللي هم الإعاقات المبهمة أو الإعاقات الغير مرئية. فحددنا احنا هدفنا بالذات للمعاقين أو الإعاقة المبهمة، منهم صعوبات التعلم والمشاكل اللي عندهم، حاولنا أن نسوي لهم فعاليات من 2011 يوم الشهادة. نعم ممتاز، قواكم الله يعطيكم العافية. بدر كلمني عن الهدف الأساسي من إقامة مجموعتكم، مجموعة كويت المحبة. هدفنا احنا دمج ذوي الاعاقه الذهنيه البسيطه بالمجتمع، لانها اعاقه غير ظاهره. حلو. يعني اعاقه غير مرئيه، تقدر تشوف الشخص اللي قدامك سليم 100% لكن اعاقته في مخه، يعني ما تقدر تقعد تطبق عليه حال اي شخص سليم. فاحنا حاولين نفهم او نوصل معلومه المعاقين الذهنيين بالمجتمع، نوصل الفكره صح. ان الناس تشوف ان الاعاقات هذه اعاقات غير مرئيه، يعني ناس اعرف في اعاقات غير مرئيه، لان صارت مواقف كثيره من بالاعاقات هذه. فاحنا قاعدين نوصل فكره ان في اعاقه ذهنيه بسيطه غير مرئيه. حلو. فعن طريق اقامه فعاليات او عن اقامه ندوات في المدارس، هذا اللي قاعدين نطبقه الايام هذه. حلو. فان شاء الله يعني نقدر نوصل الفكره بشكل سليم باذن الله. ان شاء الله عاد نرجع وياك اكيد استاذه امثال، ونتكلم اكثر واكثر ونتعمق معاك بالمجموعه التطوعيه، ونعرف يمكن مفهوم العمل التطوعي لمجموعه الكويت التطوعيه. هو مفهوم العمل التطوعي اختلف من مجموعه لمجموعه. حلو. اللي معروف ان العمل التطوعي يكون انساني وغير ربحي من الدرجه الاولى. الحين احنا اكثر ديره في يعني خلينا نقول في الخليج، ان عندنا فوق ال 150 مجموعه تطوعيه، واختلفت اهدافهم من معاقين، من البيئه، من التفكير الايجابي، وايد اشياء. صح. بس نبي نحاول نوصل معلومه للشباب، العمل التطوعي يكون انساني بحت بالدرجه الاولى، غير اشياء ثانيه مثل تجاري او اشياء ثانيه. هذه بعض من الصور اللي قاعد نشوفها معك امثال، يعني اذا تكلمينا عنها. ايوه، هذه فعاليات برمضان كانت زياره. حلو. مرضى السرطان. حلو. وهذه في هلا فبراير مع المجموعه، فهذه فعاليات كثيره بالفتره اللي فاتت، هي انسانيه بحته، زائد ان اشتركوا ويانا الاعاقات الذهنيه، ترى هم متطوعين بيننا. شلون تشوفون تفاعل الناس معاكم، يعني يوم تزورون مثل هذه الاماكن؟ وايد تفاعلهم حلو، وايد. هذه اخر فعاليه سويناها. ما نختلف عنكم. حلو. فتفاعل الناس، في السلبي وفي الايجابي، في اللي معانا وفي اللي ضدنا، في اللي يقول لنا ليش تتطوعون انتوا، تهدون بيوتكم وعوائلكم وتروحون مستشفيات وتعبون عمركم. هذا احنا شويه ياثر علينا، بس بنفس الوقت الناس الثانيه تقول لا يعطيكم العافيه، يا حلو ضحكتهم، يا حلو دعوتهم لنا. نعم. هذه تسوى عندنا 1000 مليون دينار. قواكم الله ويعطيكم الف عافيه.
وتشكرون بالتأكيد يعني سواء أهلكم أو 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 المجتمع بشكل عام، وإحنا كذلك بدورنا يعني أماني أو أنا بالتأكيد يعني نشكركم ونشد على إيدكم بمثل هذه الأعمال اللي تنظمونها وتقومون فيها. بدر، أهم الأنشطة اللي نظمتوها؟ إحنا ما ننظم أنشطة، إحنا نقيم فعاليات بشكل عام. أهمها فعالية أنتم منا أو ما نختلف عنكم. يعني احنا على 5 سنين الحين، صار لنا 5 سنين من تاسيس المجموعه وداشين ان شاء الله بالسادسه. على 5 سنين حوالي يعني كل شهرين 3 نسوي فعاليه حق المعاقين، نحاول ندمج المجتمع المعاقين بالمجتمع بشكل عام، ان الناس تنظر نظره انسان طبيعي سواء اذا كان اعاقه ذهنيه او اعاقات اي نوع من انواع الاعاقات جسديه او ذهنيه او اي اعاقه ثانيه. ومن ضمنها بعد هم لنا بالاعمال الانسانيه، يعني مثل زيارة دار المسنين، دار الأيتام، حملات تبرع بالدم، هذا كله تعتبر من أعمالنا التطوعية. ممتاز، حلو. على ندش معاك أكيد أستاذة أمثال، نتكلم عن صعوبات التعلم والإعاقة الذهنية، وأكثر شيء ركزتوا عليه بهالموضوع هذا. أكثر شيء ركزنا عليه من الفئات صعوبات التعلم، رحنا المدارس حاولنا نعطي ندوات للمدرسات شلون تعرف الطفل اللي يعاني من صعوبات التعلم. عرضنا أفلام إحنا اجتهدنا وسألنا دكاترة، وحاولنا أن نروح كذا مدرسة. السنة اللي فاتت رحنا تقريبا فوق 5 مدارس. ممتاز. وعينا المدرسات بالذات، لأن صعوبات التعلم منو اللي راح يعرفه غير البيت؟ المدرسة أكيد، أو المدرسة أو التعليم. صح. فحاولنا كثر ما نقدر نوصلهم للجهات المختصة. إحنا كمجموعة تطوعية غير مختصين، فإحنا نحاول نوصلهم للجهات المختصة أن يعلمونهم ويطورون من موهبتهم، لأن للأسف إعاقتهم غير مرئية. مرئية صح، تكون داخلية. قواكم الله. بدر، أنت قلت لي أن بديتوا مشروعكم من قبل 5 سنوات. نعم. وداشين على السنة السادسة إن شاء الله. قواكم الله. شلون كانت النظرة قبل 5 سنوات، وشلون تشوف النظرة الآن فيما يخص الموضوع هذا؟ تقصد نظرة المجتمع، نظرة الشباب المجموعة، نظرة المجتمع لكم أنتم كمجموعة، أو حتى نظرة المجتمع لذوي الإعاقة الذهنية الغير مرئية؟ بالبداية كانت صدق كانت في صعوبات، لكن الحمد لله يعني قدرنا ننخلط بالناس، كنا نعرف الناس بالعمل التطوعي شنو أساسيات العمل التطوعي، أنه قائم على عمل تطوعي إنساني بحت بدون مقابل لا مادي ولا أي شيء ثاني. فبالبداية كان التفاعل حلو، بس مع الأيام يعني مثل ما تقول يعني بداية أيامنا كان في سبونسر قوي، ناس قاعد تدعم الناس هذه، ناس قاعد تشتغل صح، قاعد ندعمها. بس بالأيام الأخيرة يعني تقدر تقول إنه شوي قام يعني ينزل معدل السبونسر شوي. نعم. ما قام يصير فيه دعم، ما كان يصير فيه حتى من الجهات المختصة، ما قام يصير فيه شيء يعني يؤيد العمل التطوعي حاليا. أنا أعتقد هني وجودكم كذلك هو يعتبر يعني أكيد دعم لكم للمجموعة بشكل عام. يعني أكيد أكيد. ممتاز. وحلو الواحد لما أكيد هو يبادر، ما شاء الله عليكم أنتوا قاعد تبادرون، ما نصرتوا يمكن أي جهة أساس تساعدكم، ولا الواحد أكيد يعني، وهذه دعوة جميلة لبعض الجهات اللي ممكن تعاون معاكم من خلال يمكن بعض المحاضرات أو بعض الندوات اللي بالفعل يمكن في فئات كثيرة محتاجة أنها تعرف أمور هي ما تعرفها، خصوصا ولياء الأمور. أنا حبيت صحيح. فكرة المدارس فيكم تروحون تعطونهم محاضرات المدارس، وياريت تتمون على هالوضع أكيد، لأن للأسف في البعض منهم يغفل شلون يتعامل مع الطالب أو الطفل اللي عنده صعوبة تعلم، وبالأخير ينظلم، فحرامنا الواحد يمكن يظلم حقه، خصوصا للطفل اللي صعب يكون الواحد يفهم يمكن الطفل شنو بيئته أو شلون تعامله أو شنو محتاج. بس أريد أتكلم يمكن بعد عن مجموعتكم، شلون خلتكم أو ساعدتكم أستاذة أمثال بالانخراط أكيد والتعافل مع المجتمع بشكل أفضل كمجموعة تطوعية؟ شلون شلون تفاعلتوا مع المجتمع؟ هل حسيتوا انه في ردود افعال قويه من قبل سواء اولياء الامور او حتى من الشباب اللي حاب انه يبادر ويدش وياكم؟ اي في شباب ما شاء الله، يعني اول بدايه المجموعه كان شباب العمل، شباب التطوع المتطوعين كانوا حابين الشغل. أيوة. فكثره المجاميع التطوعيه بالايام الاخيره ما شاء الله خلت الشباب تشتغل اكثر. اول بدايه تلقين ان الشباب متخوف يدش بالعمل التطوعي، بس الحين الحمد لله يعني وايد شباب حابه تدش، اللي فاهم الفكرة، اللي حاب الموضوع. في ناس للأسف إنه ما يعرفون يتعاملون مع المعاقين، فلما يعرفون إنه مجموعة للمعاقين يقولون لا
احنا نوديهم مجامع ثانيه على حسب هواياتهم، ميوله اكثر. ايه شيء ممتاز. حلو حلو. في شروط معينه تفرضونهم بالمج يعني اذا حاب الواحد ينضم لكم، في بعض الشروط اللي تلزمونها على الواحد؟ لا، ولا ما يكون عمره فوق ال 18 سنه يكون حاب مجال الاعاقه اولا. ايه. عشان يقدر يعطي. حلو. شلون تعرفون بدر، شلون تعرفون ان الشخص هذا في اعاقه ذهنيه، اعاقه غير مائيه؟ شلون تقدرون توصلوا له؟ يبين في بعضهم يكون شوي هايبر، حركته شوي سريعه، او من ضمن ولي الامر. أيوه. وفي بعض اولياء الامور هم اللي يعني اذا سمعوا ان في فعاليه للمعاقين او للاعاقه الذهنيه بشكل خاص على طول يجيب الولد او البنت المعاق بشكل عام، يجيب حضره انه شنو قاعد يشوف، شلون طريقه تعامل المجموعه مع المعاقين، شلون يدمجونهم بالمجتمع. حلو. وفي اولياء امور كانوا يتصلون علينا، يلا متى تسوون فعاليه؟ يلا متى نبي مشاركات؟ نبي نشارككم مره ثانيه. يعني في ناس الحمد لله يعني احنا وصلنا لمرحله ان الناس قامت تدق علينا يبون نسوي فعاليات، مو احنا اللي قمنا ندق عليهم ندعوهم. ان تدعونهم بالضبط. حلو. ممتاز. حلو. يمكن ممتاز. بعد قاعد نشوف عبد العزيز ما شاء الله الشباب اللي قاعد يتجه للاعمال التطوعيه وبالفعل حاب انه يبادر ويساعد، بس شلون تعرفون اذا هذا الشخص بالفعل هاوي يمكن لمجال نقول العمل التطوعي، خصوصا للاعمال اللي فيهم اعاقه ذهنيه او يقدر يتعامل معهم؟ مثلا تأسسونهم بدورات معينه ولا يكون في فتره اختبار يعني تختبرونهم؟ اختلال انخراطه مع المعاقين. فاحنا نعرف اذا هو يقدر يتعامل. انا ما راح اخليهم ان المعاقين كلهم يجون مع مدرساتهم ويجون مع مشرفاتهم، فما اقدر اخلي الشباب يتعاملون معهم، هذا ريسك يكون علي انا كرئيسه مجموعه. فالشباب اللي يكونون معي يكونون ماسكين اعمال ثانيه غير انه يكونون يتعاملون مع المعاق، اللي يتعامل مع المعاق نفسه اللي هم ناس مختصه. حلو. ناس فاهمه شلون تتعامل مع المعاق اولا كانسان وليس معاق. نعم. بدر كلمنا عن حبك للعمل التطوعي، شنو ضاف لك؟ شنو حبيت بالعمل التطوعي؟ انا للأمانة دشيت العمل التطوعي يعني تحت السن اللي قالت عليه امثال 18، دشيت من عمر 16 سنه والحين لي 5 سنين ان شاء الله، الحين ما شاء الله بالعمل التطوعي وحاب الشغله. يعني للأمانة في ناس قاعد يتكلمون يقولون زين انت يعني طالع من بيتكم من الصبح رايح تخلص مثلا تاخذ موافقات تاخذ سبونسر، انت اللي يضيف لك اخر شيء لما تخلص الشغل وتشوف على قولتهم المعاقين مستانسين وطالع اولياء امورهم يشكرونك ويقولوا يعطيك العافيه، هذه بس هذه تكفيك، هذا كلمه تكفيك يعني على قولتهم عن المشوار الطويل اللي تعبت فيه، التعب كله منسي. اكيد يعطيك تفاعل ايجابي اكثر. بالضبط. عيل استاذ امثال ما شاء الله شفت الابتسامه الجميله اكيد اللي تبعث روح الحيويه والنشاط دائما بالاعمال التطوعيه. نتكلم عن تجربتك من خلال وجودك في هذا العمل التطوعي، من خلال ما شاء الله يعني ارتباطك اكيد وعلاقاتك مع المجتمع او حتى مع اولياء الامور او حتى الشباب، فكلمينا عن تجربتك من خلال وجودك بهالمجموعه. انا قبل اكون بالمجموعه انا كنت في جمعيات نفع عام. فكنت متطوعة في أكثر جمعيات، في أكثر جمعيات نفعم لذوي الإعاقة. تجربتي كوني أني أنا رئيسة مجموعة تطوعية أعطتني ثقة بالنفس زيادة. حاولت أن الشباب كلهم اللي وياي بالمجموعة يكونون عندهم ثقة بعمرهم أكثر، القيادة، العلاقات العامة، كون أن إحنا مع الأولياء الأمور مو بس ولي أمر، إحنا صرنا أهلهم. يعني اي شيء يبونه احنا نكون نوصلهم للهيئه العامه لشؤون المعاقين، نسوي لهم فعاليات، نحسسهم ان احنا اهلكم، احنا شباب، احنا نخدمكم، واحنا مضطرين، لا احنا حابين هالشيء. ممتاز. حلو. ممتاز. ممتاز. قواكم الله، يعطيك العافيه امثال، يعطيك العافيه. الله يعافيك. هذا الانستغرام طبعا اللي راح ينزل الحين، هذا نزل الانستغرام الخاص فيكم اللي حاب يتواصل مع مجموعه او يتطوع كذلك بالتاكيد اللي حاب ينضم لهم في هذه المجموعه. يعطيكم العافيه وقواكم الله. بكذي مشاهدينا وصلنا لختام حلقه اليوم، حلقه مميزه بالتاكيد كانت عن العمل التطوعي واهميه العمل التطوعي. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه ومع السلامه. خلي الختام مع اختي امان. اكيد قفلها مس مع وجود كوكبه جميله من الشباب اللي بالفعل واحد يفتخر فيهم وهم قول وفعل. وللامانه نتمنى اكيد منكم جميع الشباب المبادر او اللي عنده مشاريع شبابيه حاب يتواصل مع برنامجنا، تقدر تدش على اكونت البرنامج الخاص فينا شباب Q8 دش وبادر فعاليه شبابيه او اي فكره، نقول لك ابواب برنامجنا مفتوحه للكل. اذا وصلنا للختام، نشوفكم على خير، مع السلامه.